أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عن تقديم 95,681,641 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة، وذلك منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان. أوضحت وزارة الصحة والسكان أن الحملة قدمت الأحد 1,858,685 خدمة.